السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلا واصل إن شاء الله مع ما تيسر من مقدمة كتاب أسهل المسالك على فقه الإمام مالك، وما زلنا نتابع بعض فقرات العقيدة. ورقم الدرس الليلة هو 28 من دروس الفقه. بسم الله نبدأ على بركة الله. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، والنفخ في الصور ونشر الصحف وفي الصراط ثم هول الموقف. هذا حكم مرينا عليه ليتنا هذه، واجب علينا نعتقد على ان اليوم اللي ينقال له يوم القيامة هو ينقال له يوم، ومع ما فيه الليل نهار ما بعده ليل، لأن الدنيا وفات، ومع ذا ينقال له يوم. وانت لا يمور مولانا قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية أخرى في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، نهار منزلة 50,000 عام. يخفف الله فيه على بعض عباده فيكون أخف عليهم من صلاة فريضة من الفرائض. اللهم خفف علينا وإياهم، وشدد على واحدين يعود الواحد يقول يا ربي أرحني ولو إلى النار، يا ربي واخذني من الحسرة ولو إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. واحدين يتمناوا لا يوبشوا عن الوقفة إلهم فيها 50,000 عام، هم وقوه ما جبروا كلام، يعود الواحد يقول انه يختار يقيس ولو النار، عاد الوقوف بالنسبة له عذاب. هذا اليوم يصرعوا فيه العينين ويسواد فيه الوجوه ويبياض، ويلبس واحدين فيه نوع من الالبيس سنين تقرا منها النار تشعل عليك، والله الشيء ذاك يمه تقريبا. والواحد نعوذ بالله يحود النار ينقال للنار وها جاي، وشبوها الملائكة يقودها 70,000 ملك، مليار وشي، 70,000 ملك حاكمين بخزايم هكي الدابة يقودوها، وهي لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، وتتواكل بيناتها تتعاض بها شدة النار، ولين يندار فيها الخلق كامل المديور فيها ما يملاها، لين يضع الله قدمه عليها فتقول قط قط، يوم يقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، مازال بمشي انا، مازال في شيء يرفد الناس، يوم يقول لجهنم هل امتلأتي، وتقول هل من مزيد، فمشي مازال. وتعود غضبانة يوم القيامة وتتكلم بعينيها وهامها ترصف شوره المحشر، والناس معاون مالها اهلها كاملين عارفت بهل وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه، وترائف الناس كلها مديورة عليه علامة وعارفة القيسة من الخلق، يا غير تعود مثل قليتهم تختارهم يدخلوها اياك تحوهم، لأنها غضبان المولانا تقول له أكلوا رزقك وعصوا أمرك، واليوم أنتقم لك ممن عصاك. النار هي اللي يقول مولانا وجيء يومئذ بجهنم تنجاب، وقال إنها تتكلم وإنها تخرص، إذا رأتهم اللي هي النار تراعي فيهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا كلها مقرن على أخر،
دعوا هنالك ثبورا، معناها يا ويلهم اللي راهم اخلاوا. ينقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قولوا يا ويلكم مرات ولا هنا يبعدكم. الجنة ما تحرق من بلد والنار تقوم شاي، ويعودوا ينطروها الملائكة بسبعين ألف خزامة، ده تغلبهم تمرق لهم لي ويضربوه، حاكمين الملائكة وهي تلاب ترفيف ويضربوها تهنى، وهي لا يترصب عليها المحشر، وهم ما زالوا فيهم الأنبياء ما قاد يخلى بينهم على الخلق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حنان يا منان، من علينا بعفوك واجرنا من غضبك وعذابك، إنك حنان منان غفور رحيم شكور. أرحمنا ولا تعذبنا، وارطه بنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، طه بنا فإنك بنا راحم، تولى أمرنا، استر عيوبنا، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعملنا وما نستحق، إنك سميع جواد كريم. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة واحدة ما سوى سأل مولانا طلب مولانا فعقالها أعوذ بك من عذاب جهنم. صلى ما يصلي صلاة ويعود عاد قاعد القعدة الثانية له يسلم، ما دعا مولانا بذي الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما تركني شار مولانا، ونعود نبي مجيون لأنه معصوم والنار ما توفلوا، ومعاذا يتعوذ بالله من النار، معناها أن الناس خرايا الله تعرف شر روسها. يا ربي حلمك. إذن يوم القيامة جوها جو صعب، تعود الناس حرار، كلها يتروق ما يبقي ينشاف، حدين يسال فيهم الدين ما كانوا ما بين يخلصوه، وحرار بهم اللي يعرفونهم دور يدفعوا ذاك الدين ما ينفعه. ونين عود المخلوق ما بيخلص الدين يوم القيامة، ينقال للناس اللي تساروا لا يتخلصوا بحسناته، داخل يسال فيه كامل من بطة قرالياء ومن الزقايب ومن الوتات ومن النمروات ومن الموال ومن الحيوان، لا يندفع لك مقابل من حسناته يا ملاد. يريد ما مرة ما يبقى عنده حسنة قاع، يبقى لأش من السيئات صافية وتوب، يريد فد وينطرح في النار. يريد ما اللي يفرق دل عنده من الحسنات، دل عنده من الحسنات يفرق، ينقال هم قبضوا من السيئات. أم نادم اللي مول البوتيق اللي ساء، والله أم نادم اللي ميطالب شم الحق، قبضوا من سيئات المظلوم وديروها على ذا الظالم ليعذب مقابل ظلمه للعباد، لأن يوم القيامة ما عنده خمسة لا يتخلص بها ولا بقرة ولا حمار. الإخلاص والمعاملة إنما هي بالحسنات والسيئات، الآخرة ما فيها عملة تصرف، ما فيها الدولار ولا عملة موريتاني ولا سيفة، فيها لا حسنات وسيئات. هذا العياب له هو البلاء المبين، عاذنا الله، هول الموقف. وحدين عاذنا الله وجه اللي يقول مولانا يوم يفر المرء من أخيه، إنسان هارم من خوشي ما هو قاد يترفت عليه من الطرطة يجري، وأمه أمك هارب عنك وانت هارب عن أمك، خايفة منك أمك وخايف انت منها، ولك هارب عنك وهارب عنه، ولا قلت كنت وناه وتضايق عليه ونين يظلم تجدون وتبط الناس اياك انك شنو ومستعرضون يوم القيامه هارب عنك وهارب عنه. لهذا يوم العداله والشارف على التحقيق، ما هم الصنادره اللي تقول تعرى منهم حد، ده الشارف عليه الموجود من الجنود يوم القيامه الملائكه، واللي يشهد الانبياء والصديقين والصالحين التوكيل ما هو خالد، واللي يحكم بين العباد يا رب العالمين. لا ظلم اليوم، حد يسال فيه الدين ولا يسال فيه الحقوق يا الله يقافز يسويها بهذه يوم القيامة فم الجوقة.
وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. إذا جاء قريبك فلان من السيئة ما تجد تتولى عنه السيئة تنقص عنه، ولا تجد تعريله حسنة تديرها خاصته، إلا بقى ميزان وما خاصته ما هو حسنة ما تجد تعطيها، هو ما يقدر يعطيها. ومد قدام هذا النوع يا الله تتقم لنا، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نعم تابع. والمؤمنون ينظرون الرب، واجب علينا اعتقاد يوم القيامة أن مازال عباد مولانا، اللهم اجعلنا. والمؤمنون ينظرون الرب، ناس سنين تدخل الجنة لكن اللي منها لا يدخل الجنة. الجنة حكما ما تنقسم، قاع ما تنقسم، ما تجبر قد اللي يقسمها، بيها كثرة معصية المخالف يبقى ياسر منها مرة رقاش. النار تجبر قد الكافية، والجنة يبقى منها الشيء لا ينتهي ما جبر رقاش. ناس مرت شهور النار. ولذلك يقول مولانا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إيه يتكلم عن الناس اللي تشكر مولانا وقال في هذا اللي عدل مولانا، يقول وقليل من عبادي يشكر. الخير قلق وأهل النار ما يوفق. قلل مولانا دار ما أكثر من نصفها جيش النار، يطوشنوا في الدنيا عند منين يكر ملك الموت قال له يوم القيامة يفصلوا بينه. ماتيتم الجابري هو قيس النار، ولك يا غير قيس النار، أخوك يا غير قيس النار، أمك الخلاتك يا غير قيس النار، قريبك يا غير قيس النار، ولا عندك له حول ولا قوة ولا فيها جهد قد التلفن عليها. هذه ما هي أرضك لتعرف، وذي ما هي دولتك، ولا هو واحد فر انت الفن مالك عليه. يوم القيامة يفصلوا بينكم، شوق ما يخارج، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، ما هو التبكيب ولا هو التعرف. نريد فوت الناس ياكل اللي منها لا يدخل الجنة يدخل، وفيهم محدين وجوههم كيف القمر ريت 14 و15. اللهم اجعلنا. وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، ولين قاع يشوفوا مولانا يبقى وما تقدر تعبر عنه. يهلي مولانا الله نور السماوات والأرض مثل نور، إن تقعد الناس والأنبياء كلها يقبض بلاصته، والشهداء والصديقين والصالحين والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وكلها ينعطالوا قرعته وينعثروا يمروه بلا يصوف الجنة. شي ما قد تتخم به لون، يشوفهم الملائكة ويتموا يدخلوا عليهم ويحيهم تحية الشرف، يسلموا عليهم من مولاه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرت، ما عندكم مشكلة لا تنخلوا. يعني الناس تتسع كاملة ولا يبقى خاصش وتوكل وتتمونك. يتمين يجيهم الخبر من مولانا يقول لهم مولانا يا عبادي تمنوا علي تمنوا وقولوا لي أنا اشتبقوا عندي العدل. قولوا مولانا درتنا في الجنة لذنا بتكبرها وذنا عين، ما تينا نموت ولا تينا نجوع ولا نشتغل ولا نتبعوا، ولذلك دائما ركيه الجنة بطاري ما يمشوا على جهة ولا يسدروا. إن انت عود تبقي رقات الجابر معاه إلى عاد من شكلك وفي درجتك من الجنة، لا يفتح معاك الخط وهو هو قاعد معاك وتوف. ثم شفتوا ها وركض السمع أفركوا، والبيدات اللي راقبة فيهم آلة اللي تطرحك راعك عليها تديرك في الطابق اللي عينك عليه، الرقم اللي تختار في ذاك الطابق يعود معاه. إيه الجنة ملي نفس الشيء اللي تعود بليدة ونين تعود ما كذا يندار على رقم ذا المخلوق، ده هو أنت هو مجمعين وتوه أهلا وسهلا.
فلان اللي كنت تسول عنه فرض اخرى والله في دولة اخرى قال لك والله هو في الغرفة رقم كذا من الجنة، غرف من فوقها غرف مبنية، حالا يقعد معاه. ما فيها اللي متخلط مع الاخر من جابري يا خي صاحبي شنفتك اي وشريت من مكاره من ساعة اللي تكيت في قبرك شريت. يقول له يا خي سولوني وقالوا لي كلا وخلق لي كلا وخلق لي كلا وتلا ورد ويهم طاجين ما يعرفوا منين يعدلوا ولين يأخذوا من فوقهم الطيور وشكيه الحوت وشكيه شنه النعيم كامل. واحد يتمنى شي من الطيور والله شي من اللي ياخذ فوقه لن يتمناه يطيح بين يديه ويوكل من مطور. انخل قدامك بين يديك وذاك وتراعي فيه اللي تتمنى منه شي تعود النخلة الدليلة كراسها متواضعة لك لأنك ولي الرحمن. ما تحتاج توقف شور وتنطر ولا ترود الحد يقلع لك والله يطلع لك محال. ولذلك يقول مولانا قطوفها دانية معناها زاد مقربة من مولاها لعل يمد يده والله يتعم محال. تبطرون تم اللافم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا جنة الفردوس بلا حساب ولا عقاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. إن يتمونك ويوكل ويشرب ويتمونك هذا إن تتخرص لما هو لك أخبار. قال مولانا إن مميه تنواك شوط إنها مميه تقاع الأرض كاملة إن هذا المال فيها ما هو مصبوغ. إحنا قاع معنا فاطرين وإن اللبن كامل اللي في الدنيا ما هو مصبوغ والعسل اللي في الدنيا ما هو مصبوغ والخمر اللي في الدنيا ما هو مصبوغ. إن الدنيا ما فيها شيء مصبوغ فيه. ولذلك يقول فيها أنهار من ماء غير آسل معناها ميها صافية زلالة ما مغيرهاش. انفهم من هذا أن ميه الدنيا كاملة فيها شايبة يعني ما يفطلها المخلوق به ما يعرف شكله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه معناها لبن الدنيا ما هو صافي. وأنهار من خمر لذة للشاربين بينما الخمر الأخر ما هو الروح. وأنهار من عسل مصفى معناها العسل العندنا ما هو مصبوغ. وعاقد أكلهم ما يشاءون عند ربي لا اللي يبقوا عند مولانا المليك قادر ولا اللي يبقوا يجبروا. لا إله إلا الله. ما تشوفوا ذلك النهار يعود أول مصيف ولين يريد مولانا أنه الأرض لا يجيب لها الصحة بعدك بور نهار مصيف والحيوان يقيم والجو مشنه ما يقرب. ما تعلم باللي يعلم به ان يرقبوا مزنات وفي دقائق اللي هو النوعان متخلط من فم حس الرعاه تحس وصوت من فم اللي هو المجاي يسحف وكان جيش عرم رب. وبعد ساعات ودقائق اللي هي الارض ضاقت بالماء اللي هي الناس قالبها عاد تعاد تلنقاع اول النهار تشكو الفقر والجفاف واخر النهار تخاف من الماء. لكن بين مالك الملك إن الله على كل شيء قدير. نحمي عليك ورنهار ونبرد عليك ونصيب لك ورنهار ونعدل لك عقاب وخريف ونحمي أول الليل ونبرد عقاب. إياك المخالق تعرف على أن المالك هو الله وحده. إن تتمونك الناس الجنة يجيهم الخبر من مولانا يقولهم تمنوا علي يقولوا يا عبادي اجتبكوا. قالوا على ان اهل الجنه يرتبطوا رؤوسهم يقولوا احنا قاع مولانا قال ان نشربكم ان عالم يمشي مازال باقي. الجنه عندنا ومتنعمين ولا تنموتوا ولا عندنا مشكله. والواحد تعود عنده 600 ربما 600,000 امراه ولا يضعف ما يضعف وهي ما تخرص غيرك وقلبها مخلوق لك انت قاع تفكر الله فيك. ما انا خايفه تنفقع ولا انا خايف لعل الى ما شريت لها لبسه قاعد طلقه ولا تمرق الرقبه وانت ام اللي ما تمرق الرقبه. هذا النوع هو اللي حد يشبر منه امراه يلا يقبلها وامراه قاع من الساعه اللي تجيبها قلبك يدرز وهي قلبها يدرز تتروض لك الحجابه والنجابه. هذا النوع ما يشرب منه ما هو مولا حالته كامله متبع عرصه ولا احسنت عليها عمان ما تطيح ايدك ما طاحت عستك
ولات برتي ما برتي ثم لي وزرقت قد هذا النوع ما يكسر منه مولاه الا كاري على راسه ولا عاطيه فاص والله ويله بينما في الجنه يقولوا احنا يا مولانا الصقاع ما بقى شيء ما نعرف يصوروا العلماء قالوا ان العلماء ما مصيب عنهم حتى في الجنه انهم يقيموا واحدة منهم يصوروا وين العلماء يدلوهم واحدين على واحدين من العلماء في الجنة يعني الله يجعلنا يقول لهم يا علماء الحقونا احنا مولانا قال اننا نقولوا اللي نبقوا احنا قاعدين عاد نمشي مازال احنا اش نبقوا يقول لهم اطلبوه يمتعكم بالنظر الى وجهه الكريم هنا عاد وجهه الكريم نشوف وجه الله وجه ملك السماوات والأرض ملك الليل والنهار هذا الرعد لين الصوت يقلق البين السماء والتراب مرة لين الصوت الرعد تبهر كانوا تل كانوا ساحل كانوا سرك كانوا تسروا يتخلط لك اسمه كامل هذا صوت ملك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته للمخلوقين الصوت تفطن للسحاب حركة وتفطن الصوت قلق قلق عليك بين السماء والتراب هذا الذي خلق الكون كله ينقال لهم اطلبوا من الله ان تروا وجه الملك الاعلى الله اكبر الله اكبر الله اكبر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء النظر الى وجه الله الملك الاعلى خالق الخلق هذا الكون كامل بكامله ننظر الى من خلق لا اله الا الله هذا الملك ذلكم الله ربكم الحق لا نشوف وجه الملك يقول لكم نعم الله يدور نشوف وجه الملك الاعلى فيكشف الله جل وعلا لهم عن وجهه الكريم لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجه الملك وجه رب السماوات والأرض وجه خالق الكون خالق الملائكة الملائكة ما يقدر يتحمل رؤيتهم هذا الكون اللي يخلعك وذا اللي تبقي وذا تكره من خلق هذا هذا وجه الملك الأعلى انظروا إلى وجه من خلقك هذا وجهك يا رب العالمين تبقى الناس حائرة ما هي عارفة تنصر هذا وجه الملك ولا يجد يعبر عنه به لين يشوفه ما يعرفه ذا يحور المخلوق لأن ما هو شيء من عرف ما ينتعتب جيها ولا ينتعتب حاله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون فيه ما تزدحموا لا إله إلا الله هذا الكون أن يسمع صوت الملك يهنى كامل الكون ضركني نادير الملك يهنا يعود كامل في حارة استنفار كامل خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة إذا نادى رب العزة سكن الكون خشع يهنا كامل ما تحرك لأن هذا نداء الملك ولذلك قال بعض العلماء إن الله تعالى لما نادى على نار إبراهيم
النار اللي قداوها الكفار لا يديروا فيها خليل الرحمن إبراهيم، إن رفدوه تروا يسرقوا فيها. نادى رب العالمين على النار قال قرنا يا نار يا نار، قالوا ما بقيت نار على وجه الأرض إلا واستمعت لنداء رب العالمين فسكنا. ما بقيت نار ما سكنت انحرت. هذا صوت الملك الأعلى، هذا صوت من خلقنا، هذا صوت ربنا، هذا كلام الملك. احنا تنيران على وجه الأرض كامل، يلين قال حكوني اتحايرة كونياش العوداش يا رب، قول لي العدد. قال حكوني بردا، ما بقات نار فيها حرارة على وجه الأرض، انقلعت كاملة فيها من الحرارة والحمان انقلع. قال لها والسلام عاد تبرود عادي. قال لها على إبراهيم اقتصر النداء على نار إبراهيم وعادت النيران لبرنامجها. بكلمات الله التامات يخضع الكون أو يتغير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب بحرمة وجهك الكريم أجرنا من النار، ومتعنا بالنظر إلى وجهك، واجعلنا من أكثر الناظرين إلى وجهك بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا إله إلا الله. موسى عليه السلام لما سأل الله في الأرض قال له يا ربي أعطيني شوفك، قال له يا موسى ما تجد ما تجد، إنك لا تستطيع النظر إلي في الدنيا لأن جسمك فيه الموت وأنا الحي الذي لا أموت، وجسم يموت لا يستطيع النظر إلى من لا يموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يا رب بحرمة وجهك الكريم أجرنا من النار، ومتعنا بالنظر إلى وجهك، واجعلنا من أكثر الناظرين إلى وجهك بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا إله إلا الله. موسى عليه السلام لما سأل الله في الأرض قال له يا ربي أعطيني شوفك، قال له يا موسى ما تجد ما تجد، إنك لا تستطيع النظر إلي في الدنيا لأن جسمك فيه الموت وأنا الحي الذي لا أموت، وجسم يموت لا يستطيع النظر إلى من لا يموت. يا غيرني نعطيك جسم يوم القيامة لا يموت، إذن يمكن أن تنظر إلى الذي لا يموت، أما أجسام الدنيا فإنها ضعيف. قالوا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا يا موسى خرص هذه الكدية اللي راكب عليها، دور وحر الهش من نور وجهي، فإذا استطاع الجبل أن ينظر إلى وجهي أعطيتك النظر، وإن عجز الجبل فكيف تطيق ذلك؟ كيف تطيق أمرا لم يستطعه الجبل؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إن ما يحرك الجبل أرانك عندئذ اطرق. فلما تجلى معناها ظهر شيء من نور الله للجبل. هذه الكدية، هذه الكدية كانت واقفة تجادف مع الأرض. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
يا ربي إن هذا درسا في مقاطعة تسمى مقاطعة دار النعيم. اجعلنا في حياتنا في دار نعيم وعند موتنا في نعيم مقيم. يا ربي اجعلنا من نعيم إلى نعيم ومن تكريم إلى تكريم واجرنا من جحيم إلى جحيم. إنك سميع مجيب قريب. قالوا الكدية، الكدية وارك، الكدية تعرفوا الكدية الجبل. التنفي حجرة كبرها مولانا قد مرك في بلاد هنين تخشى من مليك تتخمم في مولانا انها مرة ترصة في بلادها والطير فرضها، ومرة نين تذكر مالك الملك تدقدق، ومرة يمرق من هلمم الطرطق يزرد. هي اللي يقول مولانا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعمل. حتى الجبال ما تجي تتحمل خشية من مولانا تتدمر. وليالك خرص الكبية ورك اللي توخوا عليها، مرة هي لك قرفة كبرها مولانا وحدها معزولة مزروب، ومرة هي لك سلكة منها معزول. مولانا قال من الجبال بعض الأحيان تتذكر خشية المليك ألا ترحل من بلادها وتطير على أرضها، وإذا عادت كانت على رأس الكدية ما تقدر تتحمل الطيح. لا إله إلا الله. فإذا نظر أهل الجنة في الجنة إلى وجه رب العالمين، قال بعض العلماء يفوت قدر من الزمن لا يجدون طعما ولا لذة للأكل ولا للشراب ولا للنكاح. شغلتهم لذة النظر إلى وجه الملك الأعلى عن كل لذة وشهوة. يعفو فترة من الزمن هم لا يجدون طعما لهذه الأشياء، بهم عافلهم النظر إلى وجه الملك. لا إله إلا الله. والمؤمنون ينظرون الرب. الكافرين شواص. اللهم أجلنا من الكفر. اللهم لا تجعلنا كفارا ولا تجعلنا مع الكافرين. حقق إيماننا بك وثبت. أحينا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإيمان والإسلام والإحسان. يا عظيم الإحسان يمتنا على أعلى مقامات الإحسان. كفار قال مولانا لا لا لا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، جعل الله منهم. وأما الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا ينظرون إلى وجه الملك الأعلى أبدا، لا ينظرون إلى وجه الله، لا ينظرون إلى الله أصلا. كرهوا وجه الله فكره الله وجوهه. كرهوا الله. واحد يسمع لا إله إلا الله يطير من المجلس. واحد ينقرا حدا القرآن تلاقي بطل واقيش. واحد يدعى إلى الله تلاقي بطش. قال واه انت عايد اسم مولانا يا فقعة، أرعى على رأسك سابق تموت. يا اللي ما يقدر ينقل أحلاه القرآن يرعى، يا اللي ما يقدر يذكر أحلاه مولانا ما يفقع يرعى، يا اللي ما يقدر يواعظ ويخوف من الله يرعى. إيه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واحد يفقع وثلاث بعرص. قال مولانا لا بذكر الله تطمئن القلوب. كتابا مقارن وحدين ثانين، وحدين ينقر عليهم القرآن تلاوي بطل خرق، وقارن خارجين وحدين الصقاع. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واحد تم يليان يليان مثل ترابه اللي سمع آيات الله تتلى عليه. وحنا فينا واحدين ما تقرح لهم القرآن ما قالوا لك سكت هذا عنه.
بويا فيهم انفيض القلب، بويا تكايس، بويا ما هو وقت هذا، بويا القران ما يعدل له ذا النوع، ما كذا ذا هوالك. يريد يدير احلاهم بانظم الهول يرقصوا، ويريد يدير احلاهم بانظم القران ينفقعوا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني تركن على الوزير الصمك بلا اله الا الله، وني تركن على المدير سمعوا لا اله الا الله، وني تقعد مع وصرتك عوض شاشرتك على لا اله الا الله، ترفع بها صوتك في الدار والمبار. اذا ركبت على الحمار سمعهم لا اله الا الله، اذا ماشي متواطي سمعهم لا اله الا الله، ساري حيوان اقول لا اله الا الله. لا تدخل بليده ما اسمع ذكر الله فيها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. المؤمنون ينظرون الرب، اما الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون اعاذنا الله. ما نلقاه الا خالقه مرنين يطوال لقاع في الجنه، يقول معناها يطوال عليهم الحال في النار. يعود اولا يطلب مولانا من فمين، قال لهم لا فيك تسمو اسم مولانا يا اهل النار، لا فيك تسمو اسم الملك. قال اخسئوا فيها ولا تكلموني، لا احد منكم يتكلم لي، قال لا ترى اسم الملك. لا اله الا الله. يعود ما تلات ودنك في النار تسمع حد يقول الله، والجنة اللي فيها لا عباد الملك، لا المرأة اللي ما تزنى. والله قطرتك بترواية وتابت المولانا توبة عاد ماشي دمعة عينيها وقلبها. والله ما خلوه قطع صل ملك يا تاب المولانا توبة يني يعدل له فحص الدم، له دم تايب المولانا، ونين يعدل له فحص البول له بوله تايب المولانا، ولن ينقلع منه ساقباتهما الزقبات عادوا يذكروا الملك. ما في عضو ما هو راجع المولى الحق عنه. لا اله الا الله. يا رب اجعلنا من التائبين الصادقين المحبوبين عندك، انك سميع مجيب. يلا دياركم اتمت رزوها بذكر مولانا، ما يدخل حد منكم بليده ما ذكر الله، لان هي اللي تفاصلكم الخلق. من تفضل العالم من تذكر مولانا يتلفت عليك، هذا العالم ما هو عالم. قايل انك تعرف مولانا ويا عقرك اسم مولانا، تبقي مولانا وتتبعرص من ذكر مولانا، تحب مولانا ولا تبقي تسمع ذكر مولانا. يا اخي ما هو حب، من احب احدا احب سماع صوته وسماع ذكره. حد منكم يبقي على قهرك يعني يسميها لقاه يقول له والله الا وخير تنطرص منه يحلف. لا اله الا الله. ايوه يا اخي يقول البيت لو قالوا ان مولانا يشوفوه المؤمنين مرتين، واحده منهم اللي قلت لكم، واحده منهم قاع موريتانيا منها ما هو عالم بهذا. الناس ما زالت في المحشر حاصرة قاع، لا تم مرة ما هي عالم شنين يجيهم النداء، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل أمة يا الله تتبع ربها، وجايكم ربكم. تم واحدين محقانهم من أول بقار جاي، الناس كانت تعبد البقار تقوم داوية، كان يعبد الشمس ونعاتر مشكي الشمس يدوى وشور. حدين يعبدوا تراب، هم نعاتر مشكي تراب يدوى، كلها ينعاتر الشكل اللي كان يعبد. يبقى ولا شكلين هم اللي في الأرض ما حركوا. يقول لهم الملائكة انتم مالكم ما تمشوا، يقول لهم بينا اللي نتحرى وهي كلها مشاشوا ربه، واحنا ربنا ما افترشفناه. يقول لهم انتم ربكم تفاصلوه، يقول لهم والله ربنا نفاصلوه. الين بعد تشوفوه دور تعرفوه، يقول لهم والله
تم ما هم عالمين إن أشرقت الأرض وإذا بوجه الملك الأعلى. لا إله إلا الله، وجه الله لاني نشوفوه المؤمنين كلها يبط جبهته المقاعد في الترابقة يزيسي. كان يصدر ما يراعي فيه، واليوم لما كشف عن وجهه سجد لربه جبال كتبه. لا جبال جبهته الملك، جرب شباب جبهته باعه. خارج المنافقين يلحقهم معاه، وكانوا يقولوا لا إله إلا الله يا ما يحق عنه، والعياذ بالله. إيجوا له يسجدوا يغلبوا، يبس مولانا وهورتهم يماترا وينقدوا يذنوا، يحاولوا يسجدوا له ما يقدر الصح. قالوا هذا هو اللي الشير للقرآن يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يعيط لهم حي على الصلاة حي على الفلاح، والمسين ما يخسر قوطرتهم لذا. واحد يتوخض من حذاه وساكن الزر ويصنف للبوق ولا يحوز الشعل المسين. المنافقين احكم الله ما يقدر يسجدوا، والمؤمنين اللي مسبله وخلوا لهم ظهورتهم فيسجدون لرؤيه ربي. اذن ينظرون الى الله في المحشر، وعندما يدخلون الجنه ويستقرون يرون الله. وجاء في بعض الاثار وان كان فيها مقال انه الجنه لين يتمونكم في الجنه، انهم يعود رؤيه الله بالنسبه لهم ما هي وحده. فيهم اللي يراه في العام، عام الواحد يجبر رؤية الله مرة، وفيهم اللي يراه من كل الشر، وفيهم اللي يراه من كل كذا، وفيهم اللي كذا. وأفضلهم من ينظر إلى الله أول النهار وآخر النهار، مع أن الليل ما هو خارج. يقال الله قدر أول النهار وأعقابه يمتعون بالنظر إلى الله. ما خاصتك نعمة ومولانا مانك متفقد شي تطلبون، وحالك كامل متقادم على مالك الملك. قال لك وراضي عنك لا يغضب عليك بعد اليوم، ولا ترى متكلف لك. تعرفوا اللي عدلوا عباد مولانا فيهم اللي عود عاد يترى لا ذكر مولانا لا متبارك ذكر مولانا. المدير والحاكم والوزير ودبيته والشيخ والعالم يبقى تم يعدل عليه شي من الطلع والقفاش يبحث إن يعدل منها الديوان به مقرة القط عدل. فكيف بمن اطلع على فضل الله ورحمته؟ ما تلقاه قد يفتر. والله ما فهمتوه. خالي واحد صالح من موريتاني، صالح صالح من موريتاني، وقد تسمعوا العم ومعدل قصيدة لشيخه ومادح فيها، والعم معناها مادح فيها شيخ. واحد معدل قصيدة يمدح فيها كيرن كبير من الشيوخ، صالح من الصالحين ويمدح واحد، ومعدل له قصيدة يمدح فيها أنت الذي وأنت الذي وأنت اللي لولاك وأنت وأنت. وأروح يا صالح ثاني ما هو عاد. تم الصلاة القصيدة هي فيها شيء من مدح الشيخ هذا، ما هو عاد شمر بين وتري السقطر شام نادم اللي يمدح الشيخ. وهذا عكم الله ينطرش عم راجل كبير مسن معدل قصيدة يمدح شيخه، اترى قريب ولو هرون عم ولا يطرفه. جات الناس بيناتهم قالوا انت مشهور لا يتطرفه، قالوا ايه هذا من ادم قالهم يعاد يعرف لمن مدح كامل وتجادي المدح، لماذا ما يعود قالوا عن رب العالمين؟ ما يا الله يمدح اكبار ونعطار لمن مدح ما هو رب السماوات والارض؟ هذا خسارة الطعام. قالوا لي عاد يستهدف أمك على النوع من مدح، ما تعود عدت قصائد في مدح ربك. أمن هذا ما قد يدارك إلا كلها مخمور، واحد مملي من الشراويط، واحد مملي من الوي، وخارج واحد مملي من محبة مولانا، ولا يبقي حد يذكر ما هو مولانا، ولا يمدح يكون مولانا، ولا يتحدث ما هو مولانا. وذلك أركامل عنده خروج.
والله انتم يا ما هو داخلكم يا مناد من اي طرش يوهر على سبة معدل قصيدة امدح فيها الشيخ جار من المدح ما يلا ينعطى ما هو لرب العالمين. والله ما فهمتوه. ايه الوقت انتهى. إيه كانكم تنباتوا الليلة في النظر الى وجه الله في شر. انباتوا الليلة ما نرفد نطلبون مولانا يا مولانا متعنا بالنظر الى وجهك. يا مولانا لا تحرمنا من جوار نبيك. يا مولانا احشرنا في زمرة المقربين. يا مولانا اجعلنا ممن ينظر اليك بكرة وعشية. يا مولانا لا تجعلنا اشقياء. يا مولانا لا تجعلنا من ذوك اللي يهربوا يتهربوا. اجعلنا من ذوك اللي تحت ظل العرش امنين مطمئنين. يا مولانا لا تفصعقنا ولا تفشورنا. يا مولانا اجعلنا كيل حجار اللي تسقط من خشية الله. ليلة غدا ان شاء الله لاهي نتحول بكم الى تفرق زينة. احنا نختار ذي الظروف. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.